وكان الفريق هو الهلال. واليوم التاريخي عيده ليكرر الهلال التوقيع مع نجم وكابتن المنتخب البرازيلي وهداه التاريخي ب 77 هدف. جمهور الزعيم رحلوا معي باللاعب تحسين اساسوس ستوديو. Depois da saída de Rudy Garcia, antes do hino falávamos dessa questão. واحد من نجوم كرة القدم السعودية الذي 66 سعود عبد الحميد 6 كوير و 39 صايب الزيد 43 مصعب الجوير و 56 محمد القحطاني مارد الخثلان رقم 94 مبارك الراجح 28 بابلو دوس سانتوس 19 عبد الله الفهد 14 منصور البيشي 17 تفاريز 44 سلطان فرحان أخيرا في قائمة الهلال إيميليانو دياز كان على الصورة هلالية المحاولة من الطرف الأيسر تعود الكرة للخلف إلى كوير كوير في تمريرة لعبها وتسديد الله الحربي تألق أمام تسديدة رائعة للهلال تسديدة هلالية آسيوية تتجدد وكذلك أخرى مونديالية الهلال في كرة وفي محاولة في يتو مقطوعة عادت من جديد للهلال إلى صهيب الزيد وصهيب في كرة أرسلها لكن الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى صهيب الزيد في تسديدة إلى خارج أرضية الملعب لركلة مرمى شوف الكرة الهلالية الهلال وبأسماء شابة جانبية في الجهات اليمنى للهلال ملعوبة إلى كوير كوير لعبها لمصعب الجوير ومصعب في تسديد الله الله كرة صعبة كانت مصعب الجوير أرسلها قوية مصعب يسجل هدف جديد في الدوري بعد هدف سجل في مواجهة الاتحاد على هذا الملعب مصعب ما شاء الله لا قوة إلا بالله قاذفة يصعب الوقوف أمامها الحربي فشل هذه المرة من أمام مصعب في المرة الأولى نجح في التصدي لكرة مصعب الجوير في الثانية كرة مصعب أصعب كرة مصعب أصعب وتسديدات مصعب أصعب من أي حارس ومصعب الريداوي في اللحظة الحاسمة الكرة الله أحمد الحربي أبعدها إلى خارج أرضية الملعب اختبارات صعبة على التوالي يواجه أحمد الحربي في مباراة الليلة وشوف العرضية اللي مرضى ينطلق فيها يمررها بالأمام رائعة إلى فيتو العارضة مباراة رقم 30 في المواجهة رقم 30 الكرة للرائد ما فيها تسلل يعني الشيء الوحيد اللي يشفع لتفاريس أنها تسلل الشيء الوحيد اللي ممكن يشفع له ان المساعد عشر لتسلل تفاريز يعني في العارضة الرايد غالبا في بداية الموسم القادم الكرة اللعبة الى ايجالو ايجالو عدى ايجالو الكرة انقذها دفاع الرايد في اللحظة الاخيرة الكرة كانت خطرة لايجالو لعبت في مكان رائع باتجاه ايجالو ايجالو تمركز في منطقة الجزاء بشكل صحيح شوفت الاولى عارضة الرائد ليست اقل من عارضة الهلال انقذت الكرة للرائد الكرة ملعوبة عرضية واصلة للقحطاني القحطاني 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 العريس يسجل الثاني في المباراة وثاني اهدافه في الموسم بعد الهدف اللي سجله في مواجهه ابها القحطاني هكذا يولد الابطال القحطاني في بدايات الابطال القحطاني يسجل ثاني اهدافه الهلال ولاد النجوم الهلال ونجم جديد مصعب الجوير نجح في المرة الأولى وفي الهدف الأول وفي المرة الثانية نجح القحطاني في تسجيل الهدف الثاني شوف كرة القحطاني الرائعة اللي سجل معها محمد ثاني أهداف الزعيم مرتدة في اليسار واصلة لفيتو فيتو فيتو نقل كرة داخل منطقة الجزاء إيجالو وكرة إيجالو مقطوعة من أحمد الحربي خلف ثم واصلة
على الجهة اليسار تبقى للهلال المحاولة للهلال محاولة المرور نجح فيها والتسديدة مرت إلى خارج أرضية الملعب. هذه المرة بحث عن فرصة تلاقى مدريتا مع جعفلي. مدريتا وصل داخل منطقة الجزاء وجعفلي في التغطية في النهاية الكرة إلى خارج أرضية الملعب. أخطر كرات الرائد مدريتا كانت مع الكرة جعفلي نجح في الإبعاد. مدريتا كان يفقد السرعة اللازمة في هذه اللقطة. جعفلي ثاني الأهداف كان عبر محمد القحطاني. وبذلك أيها سيداتي والسادة ينتهي زمن شوط المباراة الأول بتقدم الهلال. أيضا مدرب الرائد يريد أن يعطي الفرصة لأكبر عدد من عناصر. إذا شوط المباراة الثاني على وشك البداية مع حكم المباراة السيد رائد الزهراني اللي أعطى إذن البداية. الهلال أجرى تبديلا في هذه المباراة. الاتحاد 0-0. الكرة لسعود عبد الحميد إلى محاولة الله على عبد اللطيف ليتلقى عاصفة من الاتحاد. ممتازة القحطاني عدى فيها الطلب القحطاني الله عليك الله عليك الله دلقادو. ميشيل ياخذ كرة ينطلق فيها ميشيل. ما زالت الكرة مع ميشيل في فاصل مهاري لم يكتمل من ميشيل إلى صافي. سعود في انطلاقة سعود في كرة على الجهة اليمنى سقوط لسعود ركلة جزاء. القرار بركلة جزاء للهلال. سعود عبد الحميد لم يتردد حكم المباراة رائد الزهراني باحتساب ركلة جزاء للهلال في هذه اللقطة. كان قريب رائد الزهراني احتسب معها ركلة جزاء للهلال ولسعود عبد الحميد الواقع على أرضية الملعب. شوف الكرة من جديد. المتابعة آخر ليالي مع الهلال. عبد الله عطيف يستعد عند تنفيذ ركلة الجزاء. عبد الله عبد الله صوبها تمريره واصله باتجاه يحيى الشهري على اليمين. يحيى يلعب كره للامام البليهي اراد ان يختبر حارسه هذه المره احمد الجبيع. احرج احمد الجبيع لكن نجاح لاحمد ابعد الكره الى الطرف الايمن. فوزير فوزير حاول يعدي فوزير فوزير بتسديده. احمد الجبيع التصدي في المره الاولى الثانيه نجح الرائد وسجل اول اهدافه في المباراه بواسطه راكان الدوسري اللي نجح في تسجيل اول اهداف الرائد في المباراه. هدف الرائد رقم 497 بتاريخه بدوري المحترفين وبالتالي على بعد 3 أهداف من أن يسجل هدف رقم 500 في دوري المحترفين. 8 آخر ليالي مع الهلال. عبد الله عطيف يستعد عند تنفيذ ركلة الجزاء. عبد الله صوبها